الحاجة الثانية، الجماعة ديل قاموا رسلوا رسالة للأمم المتحدة خلصة عبر دكتور حمدوك، وأنا موافقين على فكرة قحط، عشان يجيبوا البعثة الأممية على السادس عم في الناس تحول للسابع عشان تحميهم مش عشان تحمي السودان. وبعدين لسوء حظهم قامت جات البعثة دي، والبعثة جابوا على رأسها فولكر. فولكر ده يا اخواني ما بيعرفوه، هو الذي كتب خطاب سماه نهاية الشرق الأوسط اللي نعرفه، نهاية الشرق الأوسط اللي نعرفه، يعني جاي يغير، هو غير ملامح الشرق الأوسط ده، يغير ملامح السودان. ده الكتاب كتبه، كتاب موجود الآن إذا ممكن تطلع عليه إذا رجعت المكاتب. فولكر ده مستعمر جديد ما جاء عشان يعمل أي حاجة غير يغير ملامح السودان القديمة. لذلك أي مبادرة بيعملها الآن مبادرة ذات غرض، ما مبادرة معني منها مبادرة عشان تحل قضية السودان، هي مبادرة عشان ترجع قاعة الحكم، وعشان تظل تخليه مستعمر للسودان، وعشان تخليه انه ينفذ الاجندات التي جاء بها من الخارج. ده الكلام الاول. طيب، وده المهم جدا اخواننا، القرار الوطني يجب ان يعلو على اي اخر، على اي شيء اخر. السيادة الوطنية يجب ان تسود، الحكم الوطني يجب ان يسود، الوطن يجب ان يحكم. نحن ده الرؤية التي نتحدث فيها في الحراك السياسي ولا اي سوداني كان كان. عشان كده عندنا معركة، هذه المعركة بين نوطن القرار الوطني والسيادة الوطنية، ونبعد الاجانب من الاجانب الذين يودوا ان يسيطروا على السودان بالطريقة الشائنين بها من ابناء بعض ابناء السودان.